نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. وثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص إسرائيلي في غزة والقدس. واشنطن ترسل تعزيزات جديدة إلى المتوسط، وترامب يتحدث عن قرار سريع بشأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا. التحالف السعودي يمنع انطلاق رحلات علاجية من مطار صنعاء، وجريفيث اليوم في الرياض للقاء هادي. الكوريتان توقعان اتفاقيات لنزع فتيل التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وبيونغ يانغ توافق على تفكيك منشآتها النووية. وفي هذه النشرة، بعد كتاب الخوف ضد ترامب، كتاب التهديد لمدير الـ FBI السابق يحذر من تقويض الرئيس الأمريكي أمن البلاد. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى فيما يسمى يوم الغفران اليهودي بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي وضباطه. فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أوضح أن 40 مستوطنا اقتحموا خلال نصف ساعة المسجد الأقصى عبر باب المغاربة بحراسة الضابط الذي أدخل قبل عدة أيام زجاجة خمر إلى المسجد. وانتشرت قوات الاحتلال الخاصة والشرطة في ساحات الأقصى قبل فتح باب المغاربة واقتحامات المستوطنين للمسجد. وكان قد استشهد شاب من سكان مخيم قلنديا برصاص قوات الاحتلال في منطقة المصرارة بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن. قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة وبصورة عشوائية باتجاه الشاب، ونقلت جثمانه بعد تركه على الأرض قرابة 3 ساعات. وللمزيد تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلتنا هناء محميد. هناء، بداية، اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى نتحدث عنها بالتفصيل، والساعة أو حتى الساعة، الأوضاع داخل المسجد كيف تبدو؟ نعم دينا، يعني حتى الساعة بلغ عدد المقتحمين المستوطنين للمسجد الأقصى نحو 100 مستوطن منذ ساعات الصباح. طبعا هذه الاقتحامات تجري على فترتين، واحدة صباحية تنتهي بعد غضون نحو ساعة يعني من الآن، والثانية مسائية تبدأ عند ساعات الظهر تنتهي حوالي الساعة الثانية ظهرا. بالتالي هذا العدد مرشح للارتفاع أكثر يعني في هذا اليوم. الليلة الماضية حتى ساعات الليل المتأخرة كان هناك عشرات ألوف المستوطنين الإسرائيليين يؤدون الصلوات والاحتفالات عند حائط البراق، في ساحة حائط البراق، حيث يعني هدمت هناك أصلا حارة مقدسية، حارة المغاربة، وسويت بالأرض وأصبحت ساحة أمام حائط البراق. حتى ساعات الليل المتأخرة كان هناك عشرات الألوف الذين يقومون بالصلوات والاحتفالات يعني وإزعاج طبعا المقدسيين في محيط تلك المنطقة. اليوم هناك حالة استنفار عسكري إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى. صباح اليوم منعت رئيسة شعبة الحارسات زينات الصبيح من دخول المسجد الأقصى، وتم استدعاؤها للتحقيق في الغد. طبعا هذا يضاف إلى المعتقلين الذين تم اعتقالهم بالأمس، وبلغ عددهم نحو 9 معتقلين من داخل المسجد الأقصى ومحيط المسجد الأقصى، عدد منهم تم إخلاء سبيل وقسم آخر يعني أخضع للتحقيق. هناك حالة استنفار عسكرية أيضا اليوم في شوارع مدينة القدس، وإغلاق لعدد كبير من الشوارع المحورية في المدينة وبشكل عام في شوارع البلاد نتيجة يوم الغفران اليهودي الذي يعني تتوقف فيه وتشل حركة السير تقريبا بالكامل، وتتوقف فيه المركبات النقل يعني السفريات والنقليات حتى الفلسطينية منها تمنع من السفر حتى في داخل البلدات الفلسطينية وبين البلدات الفلسطينية دينا. نعم، طيب أيضا شهيد برصاص الاحتلال في قلنديا، وأيضا ترك على الأرض ينزف ولم يسمح لسيارات الإسعاف بالوصول حتى 3 ساعات، كيف يتفاعل هذا الموضوع؟ أيضا هناك حالات مماثلة هنا لتحدثين عنها.
اولا دينا دعيني انوه بانه عدد الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي بلغ بالامس وارتفع الى 30 شهيدا محتجزا عند سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ومن بينهم الشهيد محمد شعباني عليان ابن مخيم قلندي الذي اعدم بالامس برصاص الاحتلال في منطقه المسراره بالقرب من باب العمود في القدس المحتله، وايضا الشهيد من عين ريما في بيت ريما عفوا في منطقه رام الله. اذا ارتفع عدد الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال الى 30 شهيدا. هذا الشهيد من مخيم قلنديا يدعي الاحتلال بانه حاول تنفيذ عمليه طعن ضد احد المستوطنين بالقرب من منطقه المسراره، فقام الاحتلال باطلاق النار عليه بالرغم من انه شهود عيان من الفلسطينيين الذين تواجدوا في محيط المنطقة وفي المنطقة نفسها يعني أكدوا بأن هذا الشهيد ما جرى بينه وبين أحد المستوطنين هي عملية يعني احتكاك وربما مشادة. الجنود الإسرائيليون أمروه بالتوقف، هو حاول الفرار منهم، ربما لم يكن يحمل تصريحا ولذلك حاول الهرب منهم، وقاموا بإطلاق النار عليه بهدف إعدامه وبهدف قتله، وبالفعل هذا ما جرى وهذا ما رأيناه يعني أيضا عبر كل الفيديوهات المصورة التي نجح يعني من تواجد من المواطنين بمقربته من التقاطها سريعا، وفعلا يعني كان قد ترك ينزف على الأرض لمدة تقريبا 3 ساعات بعد أن لفظ أيضا أنفاسه الأخيرة ومنعت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة القدس من التقدم نحوه وتقديم العلاج والإسعافات الأولية له دينا. يعني هذه صورة من صور الاحتلال البشع في مدينة القدس، والتي أيضا يعني تمر عبر كل مناطق القدس الغربية والقدس المحتلة وكل مناطق الفلسطينية. إذن هناء محمد مراسلتنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. وفي غزة استشهد فلسطينيان بنيران الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 46 في قطاع غزة، فقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي رصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على تظاهرة حاشدة قرب حاجز بيت حنون شمال القطاع. التظاهرة حملت شعار حماية حقوق اللاجئين وجاءت تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، واحتجاجا على القرارات الأمريكية بوقف المساعدات المالية المقدمة لوكالة الأونروا. احنا مستنفرين في هذا اليوم وكل يوم، وما زلنا مستمرين رغم جراحاتنا ورغم ألامنا ورغم إصابتنا. حقنا بدنا إياه بالأنف، غصب عنهم بدنا حقنا. احنا الشعب لا يتآمر علينا، اللي ما أخذ بالقوة سيرد بالقوة. أنا جاي أقول لإسرائيل ولترام إن القدس عاصمة دولة فلسطين، وإحنا مش هنتنازل عن أرضنا مهما لكلفنا من أرواح من دماء. وجينا اليوم نقولهم لا لحصار غزة، سنفكه بإذن الله رب العالمين رغم المتآمرين من جميع دول العالم. وللمزيد ينضم إلينا من غزة مراسلنا أحمد شلدان. أحمد، مزيد من التفاصيل حول يعني أوضاع الجرحى وهم تخطوا 40، أيضا تشييع الشهيدين، وكيف يتعامل الغزيون مع حملات التصعيد الإسرائيلية؟ فيما يتعلق بداية بموضوع تشيع الشهداء، تجري الآن على قدم وساق التجهيزات لبدء مراسم تشيع الشهداء في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق. تتواجد جثامين الشهداء داخل ثلاجات الموتى في المستشفيات تمهيدا إلى نقلها إلى بيوت عائلاتهم حتى تلقى نظرة الوداع الأخيرة من قبل ذويهم عليهم. اليوم سيتم تشيع جثامين 4 شهداء، شهيدين التقيا بالأمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركتهم في المسيرة الجماهيرية بالقرب من بوابة حاجز إيرز بيت حنون شمال قطاع غزة، وهما الشهيدين محمد أبو ناجي والشهيد أحمد محسن عمر. أحمد محمد محسن عمر سيتم تشيع جثامينهم اليوم، وكذلك سيتم تشيع جثامين الشهيدين ارتقيا أول أمس باستهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين عند منتصف الليل بالقرب من السياج الأمني شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تم استهدافهم بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية أو من قبل دبابة، حتى اللحظة لم تتضح طبيعة الآلية المستهدفة لهم.
وتم تقطيع أجزاء أجسادهم وكانوا عبارة عن أشلاء تم انتشالهم وتم وضعهم في مجمع ناصر الطبي في جنوب القطاع على مدار نحو 12 ساعة وربما أكثر. لم يتعرف أحد عليهم حتى بعد ظهر الأمس، حيث تعرفت عائلتهم عليهم وهم أبناء عام الشهيد ناجي جميل أبو عاصي ويبلغ من العمر 18 عاما، والشهيد علاء زياد أبو عاصي 21 عاما. سيتم أيضا تشييع جثامينهم اليوم، بمعنى أن غزة اليوم ستشهد 4 نواكب لتشييع جثامين الشهداء، ما يعني أنه خلال هذا الأسبوع فقط 7 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال وبصواريخ الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. فيما يتعلق بأوضاع الجرحى، بالأمس فقط كان هناك أكثر من 40 إصابة أو 45 إصابة بالقمع الإسرائيلي للمشاركين في المسيرة الجماهيرية بالقرب من بوابة إيرز بيت حنون، وقبلها بيوم واحد يوم الاثنين كان هناك مئات الإصابات سواء بالرصاص أو بالغاز المسيل للدموع في بالقرب من الشواطئ الغربية لبيت لاهي أو ما يعرف بمنطقة زكيم، موقع زكيم العسكري الإسرائيلي، أثناء المشاركة بالمسير البحري الثامن. نعم. في قطاع غزة يوم الجمعة المسيرات على المناطق الشرقية لقطاع غزة الحدودية، ويوم الاثنين على شواطئ بيت لاهي غرب قطاع غزة ضمن المسير البحري، حيث يتم المواجهات بالقرب من موقع زكيم العسكري، ويوم الثلاثاء على بوابة حاجز إيرز بيت حنون. أوضاع الجرحى هي أوضاع مأساوية في ظل غياب الإمكانات الطبية للتعامل معهم أو إجراء العمليات الجراحية اللازمة أو حتى توفير أدنى مقومات العلاج لهم. إذن أحمد شلدان مراسل من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار كانت قد نظمت مهرجانا شعبيا على بوابة معبر بيت حنون بعنوان معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار. وشددت الهيئة على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والعودة إلى الأرض التي هجر منها اللاجئون، ودعا المشاركون إلى ضرورة كسر الحصار بالكامل. هذه المسيرة تحمل رسالة وحدة، وحدة الأرض الفلسطينية، وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة الجغرافيا الفلسطينية، وحدة الثوابت الوطنية والأهداف السياسية للشعب الفلسطيني. وبالتالي اليوم نحن نقول لكل أبناء شعبنا في كل مكان، في الشتات، في داخل الأرض المحتلة عام 48، في القدس، في الضفة الغربية، عليكم الانخراط جميعا في هذه المسيرات التي من خلالها وعبرها نحمي الحقوق الفلسطينية التي تتعرض اليوم إلى هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية. بالتأكيد احنا جينا اليوم هال نؤكد على ونطالب بحقنا في العيش بحياة كريمة على هذه الأرض، نطالب بحقنا في السفر، نطالب بحقنا في الحصول على طعام وعلى ماء نقي طاهر. لا يمكن العيش في هذه الظروف على في قطاع غزة. الحياة هنا صعبة جدا. نحن كلاجئين جئنا نقول اليوم أننا لنا حق في أرضنا المحتلة عام 48، سنرجع إلى هذه الأرض حتما. عندنا يقين تام بأن الله عز وجل سيعيدنا إلى هذه الأرض بإذن الله رب العالمين. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد أن مسيرات العودة لن تتوقف إلا بإنهاء الحصار الإسرائيلي. وفي كلمة له خلال المؤتمر العلمي الدولي الأول لحماس في عامها 30، شدد على أن الحركة لن تقبل الحلول المجتزأة. لنا شاهين. بين الواقع والمأمول مؤتمر تستعرض فيه حماس فكرها واستراتيجيتها وتستمع إلى من يخالفها الرأي في الداخل والخارج بعد 30 عاما من انطلاقتها. ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية يرى في توقيت عقد المؤتمر أهمية كبيرة وضرورة لتبني استراتيجية لمواجهة صفقة القرن. الاستمرار في بناء منظومة القوة التي تحمي وتطور مشروع المقاومة الشاملة ضد الاحتلال الصهيوني، العمل على بناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقية قائمة على احترام مبدأ الشراكة. إنهاء الحصار بدون ثمن سياسي هي مش جزء من صفقة القرن، وما فيش هناك فصل غزة عن الضفة. أكثر من 40 ورقة بحثية تم تقديمها تناولت تجربة حماس بما لها وما عليها في الحكم وعلاقاتها الوطنية والإقليمية والدولية، إضافة إلى عقيدتها العسكرية والأمنية ومواقفها من المقاومة والهدنة ومنظمة التحرير بين الواقع المعقد والمستقبل المأمول. من المهم جدا استمرار المقاومة، لكن المأمول إعادة رسم السياسات وتجديد الخطاب السياسي وفق المتغيرات الحاضرة في المنطقة العربية والإسلامية ومحاولة إحداث اختراقات في النظام الغربي. حماس أصابت بحفاظها على المقاومة، وقد تكون
أخطأت في بعض التكتيكات في إدارة علاقاتها الداخلية وعلى مستوى علاقاتها الخارجية. إنهاء الانقسام والتمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها المقاومة والقدس واللاجئون والأسرى، إضافة إلى محاكمة الاحتلال وتوسيع دائرة مقاطعته وإلغاء أوسلو، كانت من أبرز توصيات المؤتمرين. ما بين الواقع والمأمول، مؤتمر تجاوزت فيه حماس حدود الحركة إلى ما هو أعم وأكبر، ألا وهي القضية الفلسطينية وما يواجهها من مخاطر وتحديات، مع تأكيد ضرورة وضع استراتيجية موحدة للتصدي للمؤامرات التي تحدق بالشعب الفلسطيني. لنا شاهين، غزة، الميادين. وفي غزة أيضا، وبعد منع الاحتلال إدخال إطارات السيارات والدراجات النارية بحجة إشعالها في مسيرات العودة، لم يجد المواطن الغزي عبد الله الرضيع بد من إيجاد حل يطيل من عمر الإطارات المتوافرة في غزة، فابتكر مادة مطاطية تحل مكان الهواء داخل الإطار وتعالج مشكلة أراد الاحتلال أن يفاقمها. أحمد شلدان. هنا في كل زاوية من زوايا غزة محطة قد تكون طريقا نحو الإبداع، إبداع يعمل على إيجاد حلول لمعضلات أوجدتها الظروف القاسية للقطاع المحاصر. لا غرابة في اسم هذا المحل، فما يجري بداخله يؤكد معناه. المواطن الفلسطيني عبد الله الرضيع لم يدخر جهدا من وقته وماله للوصول إلى حل يطيل من عمر إطارات السيارات والدراجات النارية، من خلال ابتكاره لمادة مطاطية تحل مكان الهواء داخل الإطار. طبيعة المادة هذه عبارة عن 5 مواد كيميائية خلطناها مع بعض وطلعنا بنتيجة تكون درجة متينة وبدرجة امتياز، واللي ركبها بيشهد، والكاميرا كمان بتشهد علينا انه هذه قوية جدا، صلبة وفي نفس الوقت قديش صلبة قديش لينة، بتتحكم فيها كيف ما بدك بتديرها. هذه بتركب داخل الكاوشوكة زي ما شفتوا في الصورة الأولانية، بتركب داخل الكاوشوكة، بتتحمل وزن عالي جدا. الوصول إلى هذه النتيجة تم بعد أكثر من 20 تجربة على مدار 5 شهور. التجربة العملية أثبتت أنه لا شيء يؤثر فيها، الأمر الذي يعني تجاوز مشكلة كبيرة تواجه سكان القطاع، ولا سيما مع منع إدخال الإطارات من قبل الاحتلال بحجة إشعالها في مسيرات العودة. اليوم الكاوشوك حقه 700-800 شيكل، فلما أركب المادة هاي على كاوشوك سواء كان ممزع أو في تلويحة مش راح يكون في تأثير، مش راح تعمل أي مشاكل معي، راح تمشي عادي معي. هذا بالإضافة إلى أنه المادة نفسها في حال ما أنه الكاوشوك عندي انهار ممكن أنا أشيلها وركبها في كاوشوك تاني. ابتكار المادة المطاطية يتيح استخدام جميع أنواع الإطارات حتى التالفة منها، فالشكل المبدئي لها لا يعني أنها ستقف عند هذا الحد، بل يسعى المواطن الرضيع إلى تطويرها، ما يظهر أن ضغط الاحتلال على الغزاويين لا ينجح سوى في تفجير إبداعاتهم. أحمد شلدان، غزة، الميادين. وفي رام الله استشهد الشاب محمد زغلول الرماوي بعد تعرضه للضرب المبرح على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقاله. عائلة الشهيد اتهمت الاحتلال باغتياله. تقرير نسر سلمي. داهموا منزله وضربوه وهو نائم، وخرجوا من المنزل وهم يحملونه على ظهورهم، وبعد أقل من ساعة جاء الخبر. محمد زغلول ابن بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله استشهد أثناء اعتقاله من قبل جنود الاحتلال. اغتيال عمرها ما صارت، هذا اغتيال، اغتلوه في دقيقة، في ثواني حتى اغتلوه. حسبي الله عليهم، بقول حسبي الله عليهم، حسبي الله عليهم، الله ينتقم منهم. عائلة الشهيد أصدرت بيانا أكدت فيه أن ابنها استشهد نتيجة ضربه على رأسه أثناء محاولة جنود الاحتلال اعتقاله في منزله، وطالبت بتشريح جثمانه في مشفى للفلسطينيين وبحضور دولي. بكيت أصلي أنا الساعة 6 الصبح، رن التلفون قعدت أصلي، ما لحقت أصلي في الصالون إلا هم داخلين، إشي بخبط، أجا أخوي صارخ صرخة، شو بدكم؟ بعدها كتم لهم حطوا على الحيط صار يدكوا فيه. أنا لما شفت المنظر التخمت، رحت المحنة، نبهت أبوي أمي، ما طلعنا اللي هو أخوي على الأرض وبالبواريد وكان حواليه ورجليه برد جرد برد، بكل أمي أخوي برد جرمة، كله شو سويته في الولد؟ كلا أسكتي هاتي هويته، كله شو سويته في الولد؟ بدي أعرف شو سويته في الولد.
قال هو سكتتك بدنا هويته، عطته الهويه بتقول بدي اشوف الولد بدي اشوف ابني، قال له لا هس فيش اشي كل شيء تمام كل شيء تمام، وهي الدكتور جاي بالطريق بس اسكت انت اسكت. نادي الأسير الفلسطيني حمل إسرائيل المسؤولية عن استشهاد محمد ووصف استشهاده بجريمة أخرى تضاف إلى جرائمها بحق الفلسطينيين. هذا الشهيد الثالث الذي يستشهد نتيجة الضرب، شهيد الأول سرديح ثم عزيز عويسات ثم محمد الرماوي، ثلاثة شهداء بالضرب تحدث في عام واحد. وباستشهاد محمد يرتفع عدد الأسرى الشهداء إلى 217 شهيداً منذ العام 67، وتشير تقارير المؤسسات التي تعنى بالأسرى إلى أن 97% ممن يتم اعتقالهم يتعرضون للضرب المبرح. جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين تتصاعد، فيما العالم يتفرج صامتاً ومؤسسات حقوق الإنسان تكتفي بتقارير ومطالبات تركن إلى الرفوف وسط تصدي واشنطن لأي محاولة لمحاسبة إسرائيل. نسرين سلمي من قرية بيت ريما شمال غرب رام الله، الميادين. أعلنت البحرية الأمريكية وصول تعزيزات لها إلى البحر الأبيض المتوسط. البحرية كشفت أن ما وصفته بمجموعة ضاربة من الأسطول الحربي الأمريكي وعلى رأسها حاملة الطائرات هاري ترومان دخلت المتوسط وشرعت بتنفيذ عمليات تدريبية هناك من دون إعطاء تفاصيل أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده ستتخذ قرارها قريبا بشأن عودة القوات الأمريكية من سوريا بعد القضاء على داعش. وترامب تعليقا على الاتهامات الروسية لإسرائيل بإسقاط الطائرة السورية في أجواء اللاذقية السورية قال خلال لقائه نظيره البولندي في واشنطن، قال إن التقارير الأولية تشير إلى أن سوريا أسقطت الطائرة الروسية وصفا ذلك بأنه وضع غير جيد. يبدو لي بناء على مراجعة الحقائق أن سوريا أسقطت طائرة روسية، وعلى حد علمي فقد لقي نحو 14 شخصا حتفهم، وهذا أمر محزن للغاية، لكن هذا ما يحدث. قمنا بعمل رائع في سوريا وفي تلك المنطقة بالقضاء على داعش، وهذا هو سبب وجودنا هناك، ونحن نقترب من الانتهاء من هذه المهمة. بدوره وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قال إن إسقاط طائرة روسية في الساحل السوري سيعقد الوضع بالنسبة إلى الكثير من اللاعبين لكن ليس للولايات المتحدة، وأكد أن الحادث سيعقد الوضع بين الحكومة السورية وروسيا. أعتقد أنه يعقد الوضع بالنسبة إلى عائلات الجنود الروس الذين لقوا حتفهم هناك، إنه يعقد الوضع بين النظام وروسيا، ولن يكون للحادثة أي تأثير علينا سوى التذكير بأسباب حاجتنا إلى دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وكان رئيس روسيا فلاديمير بوتين قد أكد أن الطائرة الروسية أسقطت فوق سوريا بسبب عدم التقيد بالاتفاق الروسي الإسرائيلي بشأن تفادي الحوادث الخطيرة. وفي اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بوتين أن عمليات سلاح الجو الإسرائيلي تنتهك سيادة سوريا. أما نتنياهو فحمل سوريا مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية وأدى استعداده لإفادة قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى موسكو مع معلومات تفيد التحقيق في الحادث. وأكد بوتين أن روسيا ستعزز أمن عسكريها ومواقعها في سوريا بعد إسقاط طائرتها، وقال أن الجميع سيلاحظ الخطوات الروسية في هذا المجال. يبدو أن الأمر أشبه بسلسلة من الظروف العرضية المأساوية، لأن الطائرة الإسرائيلية لم تسقط طائرتنا، لكن بالتأكيد علينا النظر بجدية في ذلك. موقفنا من هذه المأساة طرح في بيان وزارة دفاع روسيا وجرى التوافق معي عليه. فيما يخص إجراءات الرد على الحادث فإنها ستكون موجهة في المقام الأول نحو توفير المزيد من الأمن لعسكريين ولمواقعنا في سوريا، وهذه الخطوات سيلاحظها الجميع. وللمزيد ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. سلام، بأي معنى يتحدث بوتين عن تعزيز الأمن الطائرات الروسية وأمن الجنود الروس في سوريا، وأيضا فيما خص الاتفاق نحن نتحدث عن عدم تقيد إسرائيل بالاتفاق الروسي الإسرائيلي، كيف ستتعامل روسيا بعد هذه الحادثة مع إسرائيل أو مع أي تحرك إسرائيلي في الأجواء السورية؟ دينا، طبعا هذا الموضوع يناقش في وسائل الإعلام الروسية وهناك آراء عديدة للخبراء والمحللين الروس. معظم هذه التحليلات تصب في نقطة أساسية واحدة، وهي أن
الإجراءات الإضافية الروسية ستتمثل في نشر المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والرادارات وأجهزة التشويش الإلكتروني وإعادة نشر هذه الأنظمة في سوريا لكي تشمل مساحات أوسع. وفي الوقت نفسه يفهم من هذه الإجراءات بأنها ستكون بمثابة جدار إضافي أمام أي محاولات لخرق الأجواء السورية وتوجيه ضربات لأهداف داخل الأراضي السورية، أي بمعنى أن ذلك سيجعل على أقل تقدير من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل للطيران الإسرائيلي أن يقوم بمغامرات مماثلة لتلك التي تسببت في إسقاط الطائرة الروسية إيل-20 الليلة الماضية. هذه هي يعني مجمل التحليلات للإجراءات التي يفترض أن تتخذ من قبل روسيا كوسيلة لمنع تعرض عسكريها إلى اعتداءات وتكبدهم خسائر في سوريا. هذا طبعا من الجانب العسكري. أيضا هناك بعض التصريحات الجديدة الأخرى. بالأمس كان هناك بالأمس استدعاء ثاني للقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في موسكو. في النهار تم استدعاء السفير، وبعد الظهر تم استدعاء القائم بأعمال السفارة وتم تسليمه مذكرة احتجاج تم التأكيد فيها على أن على الطابع غير المسؤول والطابع غير الودي لتصرف الطيران الإسرائيلي. وأيضا أود أن أشير بعد الاتصال تم هذا الاستدعاء سلام بعد الاتصال الهاتفي بين بوتين ونتنياهو الاستدعاء الثاني. لا كان قبل الإعلان عن الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبوتين. لكن أيضا أنا أود أشير إلى نقطة أخرى في إطار التحليل المخبراء الروس، فإن يعني يلاحظ في هذا العمل شيء مقصود، والهدف منه هو عرقلة تنفيذ اتفاق إدلب بين روسيا وتركيا والتأثير على سير العملية مكافحة الإرهاب، وأن للولايات المتحدة وإسرائيل أجندة ربما مشتركة من وراء هذا العمل. وهذه الأجندة يعني تكمن في أن إسرائيل ما زالت تمارس نفس سياستها، وهي التأثير على العملية السياسية في سوريا من خلال الإرباك، وهذا أيضا هو من الأهداف الأمريكية. لذلك كان هناك يلاحظ أن هناك هدف مشترك لإسرائيل والولايات المتحدة من وراء هذا العمل. إذن سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو، شكرا جزيلا لك. إلى سوريا، وفي أول رد فعل على الاتفاق الروسي التركي، رفضت كل من النصرة والحزب الإسلامي التركستاني وتنظيم حراس الدين رفضت الانسحاب من مناطق سيطرتها وسحب السلاح الثقيل من خطوط التماس مع الجيش السوري. ديما نصيف وتفاصيل. بعد ساعات على قمة سوتشي أعلنت طهران ودمشق ترحيبهما بالاتفاق وما جاء فيه، وإذا ما تحقق الاتفاق والتزمت أنقرة حتى النهاية فبات يمكن القول إن سوريا تدخل المنعطف الأخير للحرب. سوتشي تفضي حكما إلى مواجهة النصرة وما أن أعلن الاتفاق حتى سارع شرعيوها لرفضه والدعوة لاستكمال القتال على القبول باتفاق يعرض الانتحار السياسي على جبهة النصرة في حل نفسها وتسليم أسلحتها والانضمام لفصائل أنقرة فيما بعد والانكفاء لمسافة 15 كيلومترا عن تخوم المحافظة. النصرة ستجد نفسها أمام عملية تصفية بمظلة تركية، وهي تقف أمام خيارين، إما الاستسلام لحرب الاستنزاف والاغتيالات والعزل من الفصائل المسلحة، أو الاستدراك والقبول بحل نفسها، وهو ما لن يقبل به الجناح المتشدد فيها. ولتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب كي لا يخسر الطرفان رهانهما السوري لروسيا إعادة شروط التسوية السورية وفق مرجعيات أستانا، ولتركيا إطاحة المشروع الكردي وإدامة نفوذها في الشمال السوري مع أسبقية لجماعاتها ربما في عملية سياسية مقبلة.
قد يكون الاتفاق في عنوانه الأولي قد انتزع ورقة الكيميائي مجددا بعد التهديد بعدوان ثلاثي على دمشق بذريعة استخدامه في إدلب، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحديد مدى ابتعاد قرار الحرب في المحافظة. أما الإطار الزمني فالأرجح أنه ينبغي انتظار نهاية المهلة التي حددها الاتفاق، والتي تبدأ في 15 من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل، وحتى 15 من ديسمبر كانون الأول، والذي سيحدد أكثر مصير المحافظة واحتمالات العودة إلى العمل العسكري إن لم تلتزم الفصائل المسلحة بتحديد الآليات التي حددها الاتفاق. إذن لا عملية عسكرية في إدلب حالياً، وإن كانت تقديرات دمشق وحلفائها أن المعركة لو بدأت فإن الحسم فيها لن يزيد عن شهرين بعد فتح ممرات آمنة للمدنيين، لكن الاستعجال في الاتفاق يخفف من تداعيات معركة مكلفة إعلامياً وسياسياً، وكان يمكن لها استدعاء تدخل خارجي، كما سيضع أنقرة أمام تعهداتها بإنهاء ملف المجموعات المتشددة في إدلب. ديما نصيف، دمشق، الميادين. فاصل قصير ونواصل بعده النشر. أهلا بكم من جديد. دعا عدد من قادة حزب الدعوة العراقي إلى عقد جلسة لمجلس شورى الحزب بعد تعجيز القيادة عن توحيد القوائم النيابية وفق بيان صادر عنهم. قادة الدعوة اتهموا رئيس الوزراء حيدر العبادي برفض دمج كتلتي النصر ودولة القانون لتأليف الكتلة الأكبر. كذلك أكد القادة أن العبادي رفض سحب ترشيحه والتحالف مع القانون، يتزعم الدعوة كتلة تتألف من نحو 70 نائبا. البيان حذر من التداعيات الخطيرة لقرار العبادي على الحزب. وفي العراق أيضا أكدت مصادر كردية للميادين أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بريت ماجورك التقى هيرو إبراهيم أحمد وهي أرملة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني. المصادر أفادت بأن ماجورك دعا هيرو إلى رفع الفيتو عن أي مرشح، وأكدت بدورها عدم الاعتراض على مرشحين محددين. ووفق مصادر الميادين فإن حظوظ برهم صالح مرتفعة لخلافة الرئيس فؤاد معصوم. لا يزال مئات المرضى اليمنيين وبينهم الكثير من الأطفال بانتظار السماح بتسهيل الجسر الجوي للرحلات العلاجية انطلاقا من مطار صنعاء. التحالف السعودي كان قد منع قبل يومين انطلاق أول طائرة تقل مرضى من ذوي الحاجات الطارئة إلى القاهرة برغم الاتفاق مع الأمم المتحدة بهذا الشأن. حالة تشوه خلق القلب، حالة معقدة تحتاج لعملية عاجلة، كونه الطفل يعاني من 4 مشاكل في القلب ويحتاج، وقد تعبنا لنا منذ 4 أشهر ونحن منتظرين الجسر الجوي، ولا حصلنا لا جسر جوي ولا جسر بري. جهزنا التقارير حقها الطبيه والملفات من ويلة، بس بقي علينا الجسر الجوي هذا، ما زالت عدا في اشكاليه وصعوبه شويه. الحال تعب. 48 مريضا سيكون يتم نقلهم من مطار صنعاء الى القاهره مرورا بمطار بيشه السعودي وفق شروط التحالف. تم خلف هذا العهد والميثاق ونقضه المرضى الآن رفضوا التحالف أن يسافروا، أثبتت مرة أخرى الأمم المتحدة على أنها عاجزة وفاشلة. وفي هذه الأثناء يتوجه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس هادي وحكومته، وكان قد أعلن من صنعاء تحقيق تقدم بشأن المشاورات وإطلاق السجناء والوضع الاقتصادي وإعادة فتح مطار صنعاء. اتفقت الكوريتان الشمالية والجنوبية على القضاء على خطر الحرب في شبه الجزيرة الكورية. جاء ذلك خلال قمة بين زعيمي البلدين وقعا خلالها اتفاقية لنزع التوتر بينهما. وأعلن رئيس الكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية ستغلق نهائيا موقع التجارب الصاروخية بحضور خبراء من الدول المعنية، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ وافقت على عملية تفتيش دولية للإشراف على تفكيك منشآتها النووية. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن بدوره أنه سيزور سيول قريبا. سوف
وقعنا اتفاقية عسكرية لإنهاء تاريخ من الصراع المأساوي والعداء الذي كان قائما منذ عقود، كما وعدنا بجعل شبه الجزيرة الكورية أرض سلام من دون أسلحة وتهديدات نووية. سيرى العالم كيف سنقرر المستقبل نحن شعوب شبه الجزيرة الكورية الذين عانوا بسبب الانقسام. لقد وعدت الرئيس مون جاي بأنني سأزور سيول قريبا جدا. ومن مدينة تشانيانغ الصينية ينضم إلينا الباحث في الشؤون الآسيوية سيد جاد رعد. نرحب بك سيد جاد. نسأل بداية عن ماذا يترتب على هذا الاتفاق وهذا اللقاء، وأيضا كيف سيكون مستقبل العلاقات؟ يترتب على هذا اللقاء الذي انتهى باجتماع دام 70 دقيقة بعد أن كان مقررا لمؤتمر الصحفي أن يكون عند الساعة 1 بعد الظهر. وأبرز ما تجلى من هذا الاجتماع أن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اتفقتا على جدولة زمنية لإزالة السلاح النووي من الجزيرة الكورية. هذه الجدولة الزمنية الاتفاق العسكري بنوده ما تزال سرية، وعلى الأرجح سيقوم الرئيس الكوري الجنوبي الرئيس مون جاي إن بإطلاع الرئيس ترامب على بعض البنود ضمن هذا الاتفاق، وهو على الأرجح سيلتقيه على هامش الاجتماعات الهيئة العامة في الأمم المتحدة. ولكن الأمر المهم أو الأكثر أهمية في هكذا اتفاق هو أن الكوريتين تحدثتا عن الأمر ذاته وإن بلهجتين مختلفتين. الرئيس الجنوبي تحدث عن تفاصيل في حين أن الرئيس الكوري الشمالي تحدث بصيغة عامة، ولكنه تحدث بصيغة الكوريتين على أنها شعب واحد يريد السلام، أن يدرع السلام في أرضه وهو صاحب القرار وسيد نفسه. وهذه ستنعكس قريبا جدا على بعض المشاريع، مثلا إعادة تحريك مجمع كيتونغ الصناعي وإعادة الزيارات السياحية إلى جبل مونكانغ على الحدود. وهذا اليوم الثاني من القمة هو اليوم الأهم، لأن من المتوقع أن لا يشهد يوم غد أي تطورات اجتماعات أو غير ذلك. سوف يغادر الرئيس الكوري الجنوبي صباحا، ولكن نحن بانتظار تتابع التعليقات وما يتبع تلك الاتفاقية من أن هذا الاتفاق العسكري وضع من طرف كوريا الشمالية العديد من الأمور من باب إظهار حسن النية. ولكن هذه الاتفاقية تحدثت عن أن كوريا الشمالية لن تقدم، وكوريا الجنوبية وافقت على هذا الأمر أن الشمال لن يقدم على أي خطوة نهائية في حين لم تقدم له الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أي برهان حاسم على أنه لن يحصل اعتداء. طيب هذا هو السؤال بالتحديد سيد جاد، موقف الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تقرأ موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ما سيكون موقفها بعد طبعا طرح هذا الموضوع من قبل رئيس كوريا الجنوبية عليها على رئيس ترامب؟ موقف الرئيس ترامب أتى سريعا عبر تغريدات على موقع تويت، هو الذي تحدث عن أنه مسرور عن هذه المبادرة وعن أن الرئيس الكوري الشمالي هو بطل فعلي، وعن أن الرئيس ترامب هو مسرور وهو ينتظر ترشيح الكوريتين لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2032. ولكن نحن نعلم أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب يوم أمس كانت نوع من محاولة لإجهاض هذه القمة واجتماع اليوم. كلنا سمعنا تصريحات الرئيس الأمريكي يوم أمس، وهو الذي وضع رسوم إضافية على الواردات إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الصين. وكلنا يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية في حربها مع الصين، هي تعلم جيدا أن الصين هي اللاعب الرئيسي في هذا الصراع أو فيما تقول إليه الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. وبالتالي الرئيس ترامب في الأمس حاول إجهاض هذا الدور للرئيس الكوري الجنوبي، وعندما فشل حاول وضع نفسه كنوع من العرض لهذا الاتفاق. ولكن هذه الخدعة لعبها الأمريكيون في السابق، ربما نجحوا في بعض المناطق في الشرق الأوسط، ولكن هذه الألعاب لن تنجح في شبه الجزيرة الكورية التي قال عنها الرئيس الشمالي أنهم أصحاب القرار في أراضيهم. إذن السيد جاد رعد الباحث في الشؤون الآسيوية حدثنا من شانيانغ الصينية، شكرا جزيلا لك. والآن إلى أخبار اقتصاد مع زميل عبدالله ظاهر. عبدالله صباح الخير. صباح الخير دينا. تفضل عبدالله. شكرا.
صباح الخير مشاهدينا. أعلنت وزارة المالية الصينية عن فرض رسوم على أكثر من 5200 سلعة أمريكية تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار ردا على الرسوم الأمريكية على السلع الصينية، وذلك بدءا من يوم الاثنين المقبل. وفقا لقانون التجارة الخارجية للصين واللوائح المتعلقة بالرسوم الجمركية على سلع الاستيراد والتصدير وغيرها من القوانين التشريعية ومبادئ القانون الدولي، قررت لجنة الجمارك الصينية فرض هذه الرسوم المتزايدة بنسب تراوح بين 10% و5%. من جهته قال رئيس الوزراء الصيني ليكي تشانغ أن الإجراءات التجارية الأحادية الجانب لن تحل أي مشكلات وأنه يجب دعم التعددية. لي قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه لا يمكن وقف اتجاه العولمة برغم وجود عيوب في هذا المسار، داعيا إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية للتجارة الحرة. هذا وأعلنت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية تمثل تصعيدا مؤسفا لتوترات التجارة العالمية وأسلوبا خاطئا لإرغام الصين على تبني إصلاحات واسعة. وقالت المفوضة الأوروبية سيسيليا مالستروم إن الحروب التجارية ليست أمرا جيدا وليس من السهل الفوز فيها، كاشفة أن الاتحاد الأوروبي يتفق مع بعض الانتقادات التي أبدتها أمريكا إزاء الصين بشأن بعض السياسات لكنها تختلف معه في الأسلوب. أمل الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إتمام الاتفاق بين المنظمة والمنتجين المستقلين على تعاون طويل الأمد بحلول شهر كانون الأول ديسمبر المقبل، موعد انعقاد الاجتماع بين الطرفين في فيينا. وقال باركيندو إن هدف أوبك هو إطفاء الطابع المؤسساتي على هذا التعاون. وعن اجتماع الجزائر يوم الأحد المقبل قال إن المنتجين سيناقشون أفضل آلية لضمان التزام الجميع بالمستوى المحدد لإمدادات النفط العالمية. من جانبه أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن أسعار النفط التي تراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل الواحد هي تدبير مؤقت فحسب ويرجع إلى العقوبات، مضيفا أن سعر البرميل في المدى الطويل سيكون 50 دولارا. وقال نوفاك إن أسواق النفط العالمية تظل هشة بسبب عوامل جيوسياسية وتراجع الإنتاج في مناطق عديدة، لافتا إلى أن بلاده مستعدة لزيادة إنتاج النفط، لكن نوفاك حذر من انخفاض حاد في الإنتاج في السنوات القليلة المقبلة إذا أخفقت الحكومة في تبني إجراءات لتحفيزه. نهاية الموجز الاقتصادي، نشكر لكم حسن المتابعة. المزيد من أخبار الاقتصاد في نشرة الظهيرة. عودة لك دينا. شكرا لك عبد. شكرا. بعد كتاب الخوف لبوب وودورد كتاب جديد ضد ترامب تحت عنوان التهديد، قالت دار نشر أمريكية أن أندرو ماكابي وهو النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي FBI والذي حذر من أن رئيس دونالد ترامب يقوض الأمن الأمريكي ألف كتابا بشأن جهود المكتب لحماية الولايات المتحدة. هذا الكتاب يغطي عمل ماكابي في المكتب على مدار 22 عاما بما في ذلك دوره في التحقيق في هجمات 11 من سبتمبر أيلول عام 2001 والتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016. في العاصمة الصومالية مقديشو بدأت نقاشات جادة بشأن المصالحة الوطنية بعد صراع أهلي مرير امتد عقودا من الزمن، وتعد تجربة الرواندية مثالا يحتذى به بالنسبة إلى الصوماليين. وتنظم تلك المراكز تنظم أيضا ورشا بشأن مفهوم الدولة الحديثة وسبل بناء دولة صومالية بعد سنين انعجاف. شفيع محمد. بعد 25 عاما ارتفعت خلالها الأصوات الداعية إلى الحرب أو الثأر، اليوم يتبدل المشهد ويعلو خطاب الحوار والنقاش بين مكونات المجتمع الصومالي. هنا في هذه الورشة يتم النقاش عن كيفية تشكيل مجتمع ما بعد الحرب الأهلية. هي جلسات علاجية تتعامل مع الماضي المرير من الحروب من خلال الاستفادة من تجربة الصراعات وبناء دولة مؤسسات يتساوى الجميع فيها أمام القانون. هدف هذه الورشة هو تغيير لغة الماضي وهي اللجوء إلى الرصاص. نأمل أن ترفع النقاشات مستوى وعي المجتمع لفهم أسباب وتداعيات تجربة الحرب الأهلية المريرة، إلى جانب البحث عن آليات ووسائل لبناء دولة رشيدة وحديثة.
ليست تجربة الحرب وحدها هي التي تثير اهتمامات الجمهور، فهنا التعليم يتمتع بقدر من الأولوية. فبعد سنوات من انهيار النظام التعليمي الرسمي، يناقش هؤلاء أثر غياب منهاج وطني موحد على التعليم في الصومال لمدة 20 عاما، غياب كان سببا حسب كثيرين في تفشي الأمية والفساد في البلاد. نناقش في هذه الورشة أثر غياب المنهاج الوطني على العملية التعليمية في الصومال، وقد أثبتت الدراسة أن ذلك تسبب في مشاكل تعليمية كثيرة، أبرزها غياب الأثر والأهداف على الطالب الصومالي. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، وشعار المرحلة الراهنة في مقدشو بعد أن كانت مدينة أشباح لا صوت يعلو فيها فوق أزيز رصاص الحرب، مرحلة تستفيد من التجربة الرواندية التي تبدو اليوم أنها وجدت طريقها إلى حاجة المجتمع الصومالي واهتمامه بنبذ ماضي الحرب والسعي نحو سلام أكيد. تحتضن العاصمة الصومالية مقدشو بين الحين والآخر ندوات حوارية تناقش قضايا ذات أبعاد سياسية وثقافية، وذلك لوضع حلول جذرية لأزمات الصومال المتشابكة والممتدة نحو عقدين من الزمن. شافعي محمد، مقدشو، الميادين. والآن إلى أخبار الرياضة مع الزميلة عبير ذوادي. عبير، صباح الخير. صباح النور دينا، تفضلي. شكرا لك. أهلا بكم. أثبت ليفربول أنه من أقوى الأندية الأوروبية لهذا الموسم. انطلاقة الريدز في دوري أبطال أوروبا جاءت قوية بعدما حسم قمة الجولة الأولى لدوري المجموعات بالتغلب على ضيفه باريس سان جيرمان ب3-2. وسجل البديل البرازيلي روبرتو فيرمينيو هدفا في الوقت بدل الضائع ليمنح أصحاب الأرض الفوز، وليؤكد أيضا الخيارات الصائبة للمدرب الألماني يورجن كلوب الذي حسم المواجهة الخاصة مع مواطني توماس توخال. وأشار كلوب إلى أن فرص فيرمينيو في المشاركة باللقاء كانت معدومة بسبب إصابته في عينه، إلا أنه رضخ لإصرار البرازيلي. ونبقى في المسابقة القارية الأعرق، فقد دشن إنتر ميلان الإيطالي عودته إلى البطولة على أفضل ما يرام، إذ قلب طاولة على ضيف توتنهام الإنجليزي ليتغلب عليه ب2-1. ورأى مدرب الفريق الإيطالي لوتشيانو سباليتي أن الفوز الدرامي سيشعل الحماسة والثقة بقدرات نيراتزوري للمستقبل. وتقدم النادي اللندني إلى الدقائق الأخيرة، لكن الأرجنتيني ماورو إيكاردي وزميله ماتياس فيتشينو منحا الإنتر الفوز، وغاب النادي الإيطالي عن المسابقة طوال 6 مواسم. 103 أهداف بات رصيد الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا. البرغوث قاد فريقه برشلونة إلى اكتساح ضيف إندهوفن الهولندي برباعية نظيفة في ملعب الكامب ناو. وسجل ليونيل ميسي ثلاثية هي 8th له في تاريخ المسابقة ليتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 7 ثلاثيات. وأشاد مدرب الكتالوني إرنستو فالفيردي بقائد فريقه، ورأى أن ميسي مريح لمن يملكه وكابوس لمن يواجهه، وتابع أن الأرجنتيني قادر على تحويل أمر استثنائي إلى روتينه الطبيعي. عربيا، أوقف سموحة انتصارات الزمالك واقتنص منه تعادلا على ملعب برج العرب ضمن المرحلة 7 من الدوري المصري لكرة القدم. يوسف إبراهيم أوباما وضع القلعة البيضاء في المقدمة، إلا أن سموحة تبدل في الوقت المتبقي فأدرك التعادل عبر حسام حسن، فيما أهدر ياسر إبراهيم ركلة جزاء في الوقت القاتل، ورفع الزمالك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر. نهاية موجز أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن عودة وإياكم إلى الزميلة دينا. شكرا لك يا عبير. والآن إلى العناوين. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، وثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص إسرائيلي في غزة والقدس، واشنطن ترسل تعزيزات جديدة إلى المتوسط، وترامب يتحدث عن قرار سريع بشأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا. التحالف السعودي يمنع انطلاق رحلات علاجية من مطار صنعاء وجريفيث اليوم في الرياض للقاء هادي.
الكوريتان توقعان اتفاقية لنزع فتيل التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وبيونغ يانغ توافق على تفكيك منشآتها النووية. وكان في هذه النشرة بعد كتاب الخوف ضد ترامب، كتاب التهديد لمدير الاف بي اي السابق يحذر من تقويض الرئيس الامريكي امن البلاد. للمزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net. الى اللقاء.